بيراميدز بكره في نهائي كاس السوبر. ان شاء الله اتوقع ان الاهلي يفوز ب2-0. اتوقع ان الاهلي يكسب 3 ان شاء الله. الماتش بكره ديربي، ان السنه دي بيراميدز جاي من الكره الفدراليه، فجاي مرهق وخسران دوا وطلع والدوا هو الثالث في الدوري، وخسران كاس مصر قدام الاهلي من 10 يعني من فتره قريبه، ويعني هيبقى الماتش صعب عليه، وهينزل هيقاتل على البطوله دي، ان هي فرصه جات له الهيه، فهو لازم ينافس فيها. هو بيراميدز في احسن لعيبه في مصر، فرقه الله اكبر عليها، بس حظها ما فيش، ما خدتش ولا بطوله. اتوقع للاهلي يكسب 2-1 بيراميدز. هيحصل تعادل في الاخر، وبعد كده يلعبوا ضربات جزاء، بعد كده مرمى هتكسب. والله انا اتوقع ان الاهلي يكسب 2-0 ان شاء الله. علي معلول يجيب جون، وحسين الشحات يجيب جون. باذن الله الاهلي يكسب 3. الاهلي يكسب 1-0. مين اللي هيجيب الجون؟ علي معلول. هو بصراحه الاهلي والزمالك بيبقى ليه طعم تاني، يعني بيبقى ليه طعم تاني. الاهلي والزمالك دي مباراه قمه، دي مباراه بيستناها الشعب المصري، بيستناها شعوب عربيه حوالينا، دوله زي دوله الامارات بيكون في تذاكر كتير وبيكون في اقبال شديد. غير بيراميدز، مع احترام البيراميدز هو فريق كبير وكل حاجه، بس عامل الجمهور وحته الجمهور دي برضو بتبقى مهمه جدا.